حنا زادونا تمره وشي تمره ما كاين، حنا تمره بغينا دابا وما كاينه من شهر 11 وحنا تنتسناو الصفقه باش تخرج للوجود اللي دابا حنا في شهر 5 اش بقى للعام ما بقى ليه والو وما تنطلبوا والو، ابسط حقوق وهي تخرج الصفقه للوجود انت ذاتو مازال وحنا ما تنفكروش 1000 درهم، تنفكروا غير الصفقه تخرج عاليه باش نشوفوا المسائل الاخرى. منين غادي تدوز 1000 درهم؟ منين غندوز 1000 درهم لا ما كانت الصفقه، لا ما كانت الصفقه لا ما كاين لا 1000 درهم لا والو، خاص الصفقه تخرج لينا للوجود دابا الصفقه من شهر 11 اللي حنا دروكا مازال الصفقه ما خرجاتش. وابسط حاجه ماشي شي طلب اللي ما هذا خاص البلديه خاص الجماعه اللي تكون مكلفه بهذا الشيء بلا بينا. اذا حنا جينا من هذه الطبقه ديال القطاع النظافه جينا كنحتجوا كنطالبوا بالحقوق ديالنا اللي بغيناها تتحقق في اقرب وقت ان شاء الله وبميزات حسنه ان شاء الله في تطور جيد وان شاء الله نتمنوا خير للبلاد ولينا كاملين ان شاء الله. عشناها كيف ما عاشوها كاع الناس صراحه غلاء الاسعار والناس تأزمت بزاف وحنا من القطاع اللي تأزم بزاف، يعني قطاع النظافه تأزم واحد الدرجه كبيره بزاف، يعني بقطاع فاش ميتو. المطالب ديالكم اليوم؟ المطالب ديالنا هو اننا الحقوق ديالنا تلبي ان شاء الله في اقرب وقت ممكن والتسريع في الصفقه ان شاء الله. تخرج الوجود الحيز الوجودي ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالنا من هذه الوقفه هذه ومن هذا خاصنا الفلوس خاصنا الفلوس خاصنا اي حاجه كتخص اي حاجه خاصه الانسان الموظف العامل من تحسين سميتو المعيشه ديالو من الكرامه ديالو من اي حاجه اللي كتعطي واحد المستوى عالي وراقي في المجتمع. دونا حتى شي حاجه حتى حاجه ما عندنا حنايا، حنا بغينا حنا هذا الشيء علاش كنطالبوا حتى حنا كنطالبوا بهذه الزيادات هذه حتى حنا تكون حقنا الزيادات لان حقنا لان طبقه شغيله وطبقه اللي عندها واحد 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 القيمه في المجتمع اللي عامل النظافه راه هو مهندس البيئه.